أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. الذاكرة القوية. شرف كبير ومهم لي أن أعلن عن افتتاح تنس الغابة. افتتاح! أرجو أن تكون مستعداً للخسارة بيورن. أنا مستعد لما هو عكس الخسارة. أنا ومضرب حظي تشيستر لن نخسر أبداً. مهلاً، أين هو تشيستر؟ وأين هو مضربي؟ فراني، هل فعلت شيئاً لمضاربنا؟ قد أكون فعلت. إذن أين هما؟ إنهما أنا... لا أتذكر. لما لا تلعبان بمضربي؟ لا، هل هذا قلب؟ إنه يبدو كحبة فاصوليا كبيرة. باكي، لا بأس بهما، هيا لنلعب. حسناً إذن. هذه المضارب السخيفة على شكل الفاصوليا كارثية، لا أحبها. حسناً، قد تكون المشكلة في المضرب، أو قد يكون أحدنا فاشلاً بلعب التنس. حسناً، لست أنا، لأنني بطل بلعب التنس، أنت الفاشل بلعب التنس. بهذه المضارب، إنها تخرب مباراتنا. ما أحتاجه هو أن ألف مقلبي حول تشيستر مجدداً. فراني، أين وضعت مضاربنا؟ ربما هنا؟ لا، ليس هنا. كان هنا حتماً، أو من المحتمل. محتمل فراني، ولكن ما هذا؟ من الواضح أنك قد نسيتي. حسناً، أغمضي عينيك فحسب وتخيلي المضارب. تخيلي استدارتهم وصوت ضرباتهم. تحملينهم في يديك وتضعينهم في... تذكر! حسناً، هذا يشبهه. باكي، أظن أن علينا استخدام طريقة مختلفة لهذا. إذن لمساعدة فراني على التذكر، يجب أن نعيد خلق الحالة نفسها تماماً من اليوم المحدد الذي أضعتهم فيه. أظن أنه كان الثلاثاء. رائع، مثل اليوم. ظهراً. أي مثل هذا الوقت. في شهر أكتوبر. تماماً مثل... ماذا؟ أكتوبر؟ صحيح، في بداية الخريف كل أوراق الأشجار كانت صفراء مثل الجبنة. حسناً، دعيني أفكر. حسناً يا فراني، انظري حولك، أشجار صفراء تماماً كالخريف. ماذا كنت تفعلين وقتها بالتحديد؟ حسناً، كنا نلعب التنس. نعم، أنت تقف هنا يا بيورن، وأنا سأقف هنا تماماً في مباراة حقيقية. أظن أنني كنت هناك، وأنت كنت هنا. لا، كنا نلعب على هذه الجوانب. ذاكرتي قوية كالصمغ. هذا الصمغ مخطئ، ذاكرتي ثابتة كالإسمنت. أنا سوف ألعب هنا، موافق؟ لا تحلم. لما عليك أن تجادلني في كل شيء؟ ليس من الممتع أن نلعب هكذا. سأذهب إلى المنزل. خذي يا فراني، العبي أنت. لست الوحيد الذي يمكنه الصراخ والذهاب للمنزل. خذي، التنس لعبة مسلية جدا، استمتعي. لكن لا يمكنني أن ألعب لوحدي. أنا أستقيل، انتهيت من هذا. لقد تذكرت. مضاربنا. شكرا جزيلا، لقد نجحت خطتي. خدعناك بردة فعلي الذكية جدا.
لا، ما حصل هو أنكما كنتما تتشاجران تماماً كما ذلك اليوم. ماذا تعنين؟ لا نتشاجر أبداً، نحن أفضل أصدقاء، صحيح؟ بالطبع صحيح يا صديقي، لنلعب التنس الآن. باكي، أين الكرة؟ ماذا؟ كيف لي أن أعرف؟ كانت معك آخر مرة. هكذا يبدأ الشجار. هذا ليس شجاراً، هذا أنا أقول لباكي بأنه أضاع الكرة وهو يكون عنيداً ومخطئاً. أنا لست عنيداً أبداً. ذاكرتي كالصمغ الإسمنتي. لماذا تتجادل معي على كل شيء؟ لقد اكتفيت في الحقيقة، أظنني سأذهب إلى المنزل الآن. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.